الحكومة قول إن عجبك بتقول لي زين، كل شيء ضمن المعقول يبقى على الراس وعلى العين. زين زين وسائل هالاتصال هاي من الله نعمة، إن عبث فيها الجهال بتقلب نعمتها نقمة. زين زين لأنه هالحجي طيار وبمشي مثل الحريقة، قبل ما تنقل أخبار اعرف وين الحقيقة. زين زين منها بتتعرف على الناس من عادات وتقاليد، أصحابك من كل الأجناس أكثر منها شو بتريد، وبتقدر منها تبث في سموك من إشاعة هدامة. بس الكذب ما بدوب وبتلقى منه الندامة. زين زين روح ريقك. اسمعي انت يا استركزي معي حبيبتي، انت اليوم فتحتي الفيسبوك شفتي شو في اخبار جديدة، ولك هذاك الزلمة تبع الدخان مسكوه. يا حبيبتي بقول لك في ناس كبار وراها ولسه الحبل على الجرار، مشان هيك يا فالحة ارتفع المعسل. كل اسبوع كل خميس بتروحوا على الرابع؟ لا يا حبيبتي بعرفش، انا لازم استأذن غافل. ولك وين كاست المي رتلي قاعدة معك ببجي. يلا الو روح العب، خش على اليمين على اليمين بقول لك. لا يا زلمة حسبان على اليمين نياك انت وببجي. يا جميلة يا نبيل يا هيام يا وائل، الله اكبر ما فيش حدا بالبيت. وقلت تعالوا ساعدوني توني جاي من الشغل. يا جميلة خوف الله ما في حدا بالبيت، خلينا اشوف. ما فيش حدا ما فيش حدا، لا حول ولا، يلا بضل حالي بالبيت. هيني جاي. يا الله نزل يابا العب ارفع. الله حيهم جميعا، كل عام وانتم بخير ووطننا بخير وقائدنا بخير وكل الوجوه الطيبه يا رب، واردننا يا رب يضل بخير وبامن وبامان ان شاء الله. حبايبي قبل شوي قاعد بصيح على مرتي وعلى ابني بنادي عليهم ما حد سامعني، عارفين ليش؟ لانهم بلشانين بالفيسبوك. يلا 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 ردوا مسجات ليك 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 والله اصابعها تقول خياطة. يلا ها ليك هذا تقول من عمر الخمس تقول امي بابي تترحم على فطمة، ليك هالراس مكبره قام بلعب ببجي بلعب ببجي. طب كيف اساوي فيهم هذول؟ شو نساوي؟ ولي يا ربي والله الواحد بفوت على البيت نفسي يسولف مع اولاده، نفسي يسولف مع مرته، كل واحد بلشاني بالتليفونات. الله اكبر شو هذا؟ ولا تقول حسبي. انا حكيت لك يا شاطره نزلي سناب شات وسكتي بضل تصور الاكل وتنزل على السناب شات. لا اسمعي هاي الاخيره، الام محمود بتبيع مكياج. لا يا حبيبتي تبعوني الاونلاين بيجيبوا لي اياها باب الدار، وام محمود ما بتبيع اصلي وانا ما بشتري غير اصلي. ولا لعن ابو اصلك على اصله. اي والله. خش يا حسن. هاي نسوان اخر زمن. روح يا احمد. وين روح؟ خش على الشجرة. وين بدك تخش؟ ارجع لورا. وين؟ ارجع ارجع ارجع. لا يا لا الله الله ارجع لا لا يا معاي لا لا الله لا يا ما العصعوص يا الله يا الله يا الله وين على وقتك على روحي وين مكبر من عمر فرسي وعاد من وياك صغار وكيف خلفناها هذا من عارف. يا الله
جيب لي كاسة مي، جيب لي طاسة الرعبة، جيب لي بلعب ببجي يابا. تلعب ببجي؟ ماشي هسه بوريك. يمين يمين شمال اها يلا ايوه طخو طخو. بقول لك طخو. لا 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 طخو لك طخو طخو. الله اكبر 20 طنجة ولا اكثر فيه. طخ طخ. هذا بده يدفع من اول خاصي. هذا طلب على الاجنبي يا الله. وين رحت؟ وين رحت؟ ها 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 مالك يا ابا؟ برا اطلع برا اطلع برا اطلع. اعوذ بالله منك. ببجي هاي تانيها هاي الترباية. الله اكبر. اللي بطل يرد على ابوه من ورا البسمك ومن ورا النت. جميلة جميلة جميلة. هسه لو نبضتها كماد هيك عبوسة حدا يلومني؟ لا بس بكرة تشتكي علي لحقوق المرأة حقوق الأسرة. ها هذول النسوان لازم نتعامل معاهم سلولي سلولي لأن عندنا واعي. جوجو جيجي جميلة قسما بالله ما رديت علي نتجوز عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ود عند جيزي فتحة بانها هيك. اه طبعا ليش بتصرخ؟ مالك مالك معصب؟ جميل. نعم زلمي جاي من الشغل طيب تعبان. اه هل كان ماشي يعني المفروض تحطي لي غدا. اه تقولي لي اهلين ابن عمي وتحطي لي غدا. اي انا اه اهلين ابن عمي لانه قسما بالله مصاريني بلعب نسلك. طيب طيب حطي لي غدا. طيب ما انا هو بدي اطبخ لازانيا. شو بدك تطبخي؟ لازانيا. طب حطي لي صحن بس اسلك. لا ما هو بدك تصبر لك ساعتين زمن عبين ما تشوف ست البيت تنزل المقادير وانا بطبخها. يعني مش طبخ؟ لا لا بستنى المقادير على الفيسبوك. يعني الطبخة هون لسه؟ اه اه اشوف اه تلع شوي. خوت علي غافل؟ لا خلص 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 وبعدين الله اكبر الغدا صار على الفيسبوك العزة صار على الفيسبوك الفرح صار على الفيسبوك وبعدين مح الناس وين بدنا نوصل؟ شو اللي قاعد بيصير فينا؟ الله اكبر. انت ليش بتصرخ يا معصب؟ ما كل النسوان عندهم حساب على الفيسبوك و24 ساعه نشط. لا والله هذا وهم وخيال. احنا بعدنا عن الحقيقه كثير. حرام عليكم قاعد اللي بصير. حرام علينا اللي بصير؟ والله. هسه انت معصب؟ اه معصب. كثير معصب صح؟ طبعا. شو رايك يا حبيبي تفوت على المطبخ تعمل لك فنجان قهوه عبين ما اخلص هالمحادثه؟ انا اعمل فنجان قهوه؟ اه انت عايز. بعد التعب والشقا ودوامي من الصبح لحسه وانا حارس عماره. انا اعمل القهوه؟ اه عادي انا مشغوله عندي محادثه مش بدي اخلصها. مشغوله انت؟ اه اه بدي اخلص. يا اخي والله ما انا فاضي لك والله ما انا فاضي. هاي من صرت الكازية جميلة. ايش؟ تعالي. اه تعرفي هذا الزلمة من وين؟ طبعا شو بعرفني؟ ولا انا بعرفه. مين؟ طيب شلون فات على بيتنا هيك؟ جاري. اسمعي ايش؟ قسما بالله قد ما هو ملتهي على الفيسبوك اه ومش شايف قدامه بفكر حاله فايت على كازية. لا معقول؟ هو فايت على بيتنا بفكرها كازية. طيب روح شوف. اه اه هسا بتشوفي. هسا بعبي بنزين وان شاء الله بسخن السيارة ولا يهمك. ابشر ابشر. تفضل يا اخي. عبيلي بقول لي عبيلي. اه مخربط يا الله فكر حاله كازية. عبيلي ايه قديش عبيلك؟ بليرة. قسما بالله لعبيله. ايه شو بدك تعبيله؟ والله لعبيله. شو بدك تعبيله؟ وخالي من الرصاص. ما عليك انت صبري. ما عليك؟ حدا قال له فوت عندي فكر بيتي كازية؟ صبري شوي. اسمع السيارة سبعة جيد. فحص كامل فل الفل ولا يهمك. بعبي بنزين وبعدين جاي عندك ان شاء الله بشغلها. شغلها يا غافل شغلها. ولا يهمك ابشر ابشر. الحمد لله. ايش؟ نسبة الحظوة. اه والله. هيك؟ اه. خذ عمي هاي الليرة هاي تفضل. بارك الله فيك. شكرا. هسا هسا بجيك ماشي ولا يهمك. بستنوك بالحراج بالله عليك. اه والله. يلا سلام. معي سلام. سلام عليك. سلام عليك. سخم شو عبيت؟ قسما بالله اه اذا بتضل الناس
واجتمعنا على هالطريقة هاي على الفيسبوك والله غير اصير اشتغل اكثر من توتل وجبترون من مناصير. بس ما عليك غير اشرب مية بس. بس. ها والله. زين ليش عبيت له؟ بس ما عليك هذا خارق حارق متفجر. اكيد. عرفت علي؟ ها شغل السيارة فقعت. والله بس شغل السيارة فقعت. مات؟ والله ما تدري اذا مات. لا ما ماتش. شو عبيت فيه؟ خارق حارق متفجر. شو؟ المهم امورك تمام؟ شو تعصب انت؟ مش مشكلة الانفجار. ها؟ في اجت تعصب بعيني قرعت عيني. الحصبة جت بعينك؟ اه بعيني. عليك بجنين العصفور. شو؟ هي بهي هي اه والله. الله يسهل عليك. عمرك لا تبلش بالخلويات وتنسى وين انت ولا وين رايح ولا وين جاي. السيارة شطب، السيارة شطب. شفتي؟ هاي تانيها. اه والله. هاي تانيها. هاي تانيها. اه والله. أنا نفسي أروح أقعد بمكان مع ناس، أسولف معهم وجها لوجه، يعني فيس تو فيس، مش على الفيس. أيوه أيوه أيوه، أيوه وصلت الدار. آه آه. نعم نعم، أيوه وصلت الدار. جميلة. مش هذا جارنا المحمود؟ اه. كمان هذا غلطان بالبيت؟ اه. معقول؟ بدي بدي بلشان على الفيسبوك قسما بالله. شو اللي قاعد بصير بالناس؟ لحظة 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 لحظة، حطي الغداء. بدي حرام. ليش؟ بدي حرام. ايش فيه؟ بقول لك حطي الغداء. اه. اتغدى قبل المرة هاي وين؟ مرتين. مرتين؟ اه مرتين. اتغدى عندي هون بالبيت؟ مرتين. شرب عصير؟ لا لا والله غدا بس غدا والله. بس؟ والله غدا. لا لا ولك شو المقال هذه؟ هذه اشي دمار. اسمع هاي بدها تريح، خليني اشرح الجاكيت. ليه حرام؟ ايش؟ بدي اشرح الجاكيت. اه شرح الجاكيت قبل المرة هاي؟ بس الجاكيت. بس الجاكيت؟ بس الجاكيت. شرب عصير؟ لا. اه فكرت. لا لحظة لحظة لحظة. خليك معاي خليك معاي. من عمل من عمل دماره. اه اسمع اسمع اسمع. ما بقول الفيسبوك ما اخذوا لهالدرجة هاي. ولك هاي المقالة اللي بعثت لي اياها، بدي ابعث لك مقالة عن النائب اللي عامل حاله صاحبك. خذ استلم على تويتر. بس ايش؟ بدها فنجان قهوة ومزمز عليه. بدي حرام. ليش؟ بدي مزمز. اه. مزمز قبل المرة هاي؟ لا. فكرت؟ لا. شرب عصير؟ لا. الحمد لله. إيه؟ الحمد لله. ولك ايش الفيديو هذا؟ دمار. بشرف منين جبته؟ طيب خليني اتفرج على هالفيديو بس بالدرجة. ايش فيه؟ وحيد الله. رافل. بدك تتغدى عامنا. مطول بال. بدك تشرب قهوة عامنا. بدك تمزمز عامنا. بدك شعتل. اما تشبح كمان. ايش فيه؟ اذا عيب عليك. شو بتسوي ببيتي؟ شو بسوي ببيت؟ كمان جميلة عنا. اه. يا اهلا منورة. تم. يا بنت الحرام. ايش؟ تم تم قبل المرة هاي؟ لا. شرب عصير؟ لا. فكرت. قافل شو بتسوي عنا في الدار؟ اسمع بيتي ولا بيتك هذا؟ تفرج يا زلمة. يا زلمة شو؟ هذا بيتي ولا بيتك؟ ايه انا اسف. اسف حقك علي، انت عارف شو اللي صار فيه؟ شو اللي صار؟ يا رجل دخلت العمارة. ايوه. فتح باب المصعد. ايوه. بدل مكبس اثنين بس ثلاثة فتح باب الشقة ولا انا عندك؟ انا اسف. الله اكبر. حتى صرتوا تغلطوا باهل بيتكم. لوين ما اخذنا هذا الفيسبوك؟ لوين ما اخذنا النت؟ لوين احنا رايحين؟ إيه؟ حرام عليكم قاعد اللي بصير هذا. طيب 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 اسمع اسمع. ايش ايش فيك؟ الحالة ساكتة صح؟ ولكن الحالة مدمرة. اه. من اللي بنسمعه غافل واللي بنشوفه اقول لك مش الحالة ساكتة، خربانة بالمرة. والله ما في ساقط غيرك يا ساقط انت. ليش يا حبيبي؟ اه والله. ليش؟ كيف ليش؟ كيف تقول الحالة ساكتة؟ ليش يعني؟ من اللي بنشوفه، من اللي بنسمعه، روح شوف المظاهرات والمسيرات اللي معبي البلد حبيبي. اه انت قصدك عن المنشورات اللي انتم بتنشروها؟ اه المنشورات. هاي عمي اشاعات. شيعت انا اشوف شو انتم كاتبين على النت. ما هو اي واحد صار يكتب على النت وصار يشيع ضد الناس وضد العالم وضد البلد. لا 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 لا, لا كله مزبوط. شو مزبوط؟ بقول لك الفساد من جهه. طيب. والسرقات من جهه والدمار من جهه. تعرف انه في سرقه اعضاء؟ طب دير بالك يسرقوا اعضائك. كيف؟ يعني ممكن تكون انت مفتحي على الفيسبوك وعلى النت
ياخذوك ويشلحوك ويسرقوا اعضائك وانت مش داري. يا حبيبي ملفح تنفيح ما بيسرقوني. اطمن. مش مصدق هو، اسمع يا غافل، كله مكتوب ومنشور على الفيسبوك. كيف كله مكتوب؟ مين اللي بنشره؟ طب عرفت منين المصدر؟ مين اللي بحط على الفيسبوك ومين اللي بنشر على الفيسبوك؟ يا حبيبي ما فيش دخان بلا نار. لا في دخان بلا نار. لما واحد بده يعمل دعايات مشان يضر البلد وضر الناس هاي دخان بلا نار. لما واحد يجي يسيء لانسان شريف ونظيف وعفيف عشان بكرهه او بغار منه هاي دخان بلا نار. فهمتي ولا ما فهمتي؟ طيب حلوا مشاكلكم لحالكم، حلوا عني. السلام عليكم. ما خد جاكيتك. خد جاكيتك. خدني. مع السلامة. مع السلامة. غافل بدك مني اشي يا حبيبي؟ ليش وين رايحك؟ عندي فيلم بدي اشوفه على اليوتيوب. على اليوتيوب؟ ضروري. وسوي قهوة وعمل بدك اياه، خليني اشوف الفيلم. الله اكبر. الله اكبر يا جماعة الخير. هاي النعمة. هذا النت نعمة من نعم الله. هاي النعمة ليش حولناها لنقمة؟ نسواننا وزلاننا ملتهيين، ولادهم ملتهيين مش دارين عنهم وين رايحين ولا وين جايين. لوين بده ياخذنا؟ لوين بده يودينا هذا النت وهذا الفيسبوك؟ والله ما احنا عارفين، لكن في براسي موال حابه موضوع. والله اسمع ابوي اسمع. جاهز يا حبيب؟ يا زين قول الصح والصح يا زين، ما احنا كلام الصدق واللي يقولونه وما يشيع فيها الكذب إلا الردي والشين. أهل المروءة أبد ما يقولون. جيت من البيت هون على القهوة، قلت خليني أشوف إن شاء الله لقيت ناس أسولف معاهم وجه لوجه. لو سمحت يا أستاذ فنجان قهوة، يا أستاذ فنجان قهوة لو سمحت سادة. يا محترم يا أخينا، الله أكبر، هذا كمان بلشان على النت، وين صرنا إحنا؟ يا أفندي يا أستاذ يا ابن الأوادم يا أخينا يا صرماية يا كندرة، يا الله لا يوفقك. يا الله الدنيا بتشتي وانا كابسه برا. وين انت كاين؟ عم غافل. ها والله لو سمحت بدي اكمل كتابه هالمنشور. ولك انت بتعرف الالف من الياء كانك تكمل المنشور؟ نميت صاير تكتب على الفيسبوك. اي عم غافل، هو التعليق شغله كل اسمر حط لايك وتم. اسمع انا بدي اروح اسوي هالقرمه. أيوة. لانه جاي عندنا في عندنا مسيره اليوم. في مسيرة؟ في مسيرة. مسيرة شو هاي؟ جاي عنا نواب ووزراء. اسمع القهوة قهوتك، خذ راحتك، اعمل شاي قهوة وكله وين؟ عالدفتر. سلام. الله أكبر، كل الناس صاروا بيفهموا بالسياسة وصاروا يسيسوا على هالفيسبوكات، ما عدا أنا الوحيد اللي صفيت مواطن عادي. الله أكبر. لا للجوع والحرمان، لا لتعدد النسوان، لا للجوع والحرمان، لا لتعدد النسوان. جميل، الله لا يعطيك العافية، ما صدقت انت خلصت منك من البيت.
شو هاي القرمه؟ شو هاي الاعتصامات؟ شو عندنا اعتصام بعتولي على الجروب اليوم. وانت شو دخلت بالاعتصام انت؟ والله شو دخلني، انا امراه مواطنه وبدي احكي رايي. اسمع اقول لك احضر الاعتصام بس بدون ما تحكي ولا كلمه. والله لا يكون مش مختلط وانا مش عارفه. خلاص يا جميله. لا للجوع والحرمان انا مواطن طفران طفران. الله اكبر، كمان ابو محمود. ايه شو الموضوع؟ شو بتسوي هون انتوا وياها قاعدين والدنيا قايمه قاعده برا؟ الدنيا قايمه قاعده؟ ليش لا سمح الله في حرب واحنا مش دارين؟ اي حرب؟ شوف المسيرات والمظاهرات اللي معبي الشوارع حبيبي. مسيرات ومظاهرات؟ قسما بالله طلعت من البيت الشوارع فاتحه، المحلات فاتحه، المولات فاتحه، احلى من هيش بلد ما فيه، الامور امن وامان، ما شفت لا مسيرات ولا شفت مظاهره، الحمد لله احسن من هيك ما في. يا زلمه كيف بدك تشوف؟ كيف بدك تشوف؟ افتح الفيسبوك بتشوف. قصدكوا هاي الحرب والمسيرات والمظاهرات على الفيسبوك يعني بس؟ طبعا هو مش مصدق، مفكرنا بنحكي كلام هيك من الهوى. حبيبي روح شوف المسيرات، روح شوف الناس من الجوع كيف بتاكل من الحاويات يا حرام. والله ما انت صادق، لا انت ولا غيرك. هاي الصور اللي بتحطوها على الفيسبوك انه ناس بياكلوا من الحاويات، هاي صور بتجيبوها من اثيوبيا ولا من الصومال ولا من الهند وتحطوها عندنا هون بالبلد، عارفين ليش؟ ليش؟ عشان تهيجم ناس، عشان تعملوا بلبله بالبلد. انت نعم. منين جاي هسه؟ جيت من الدار. اتغديت ولا ما اتغديت؟ ملفوف. طنجره ملفوف؟ نعم. الله مال الملفوف يلفك ان شاء الله. ايه؟ يا مال السمام تسمك، ما دامك ماكل طنجره ملفوف، ليش قاعد بتقول لا للجوع ولا للحرمان؟ ليش؟ يا غافل، هذا شفناه كله في الصور. بعدين اقول لك شغلي، احنا مش ناقصنا صحيتي، يا بتنزل معنا على المسير والمظاهرات يا بتضلك بحالك. هسه انا اذا مش موافقكم على هذا الحكي وما بدي دمار للبلد لا سمح الله او ناس يشوهوا سمعه البلد بصير صحيح يعني؟ طبعا اقول لك اللي اهم من هيك. شو اللي اهم؟ اللي اخطر من هيك، روح شوف الامن بالمظاهرات كيف بقمع الشعب. ولكن الامن بقمع الشعب؟ الله اكبر. الامن بقمع الشعب؟ ولكن انت ما بتشوف انت؟ ولكن ما شفت رجال الامن اللي ابن خالي وابن عمي وابن عمك واخوي واخوه، هذول هم رجال الامن، ما شفتهم بالمسيرات شلون بوزعوا الحلويات وبوزعوا المي على الناس؟ هذول صاروا بقمع الشعب، رجال الامن اللي بيسهروا 24 ساعه مشان الامن والامان، هذول صار بقمع الشعب، رجال الامن اللي بيسهروا 24 ساعه مشان يحافظوا على اعراض الناس، هذول صار بقمع الشعب. الله اكبر عليكم. ما عرفنا يا رب، هذا اللي شفناه. انت كيف قمعوك؟ انا؟ انت فهمني شلون قمعوك؟ انا اقول لك، انا قمعوني ايش؟ مخالفه؟ اي شو بعرفني؟ انا لقيت الكلمه هيك على الفيس عجبتني، شيرتها على السريع. الله اكبر، ما عرفتوا مصدرها؟ ما عرفتوا مين اللي حطها؟ ما عرفتوا شو هدفه؟ ليش؟ مش حرام عليكم تشوهوا صورة الوطن بهالطريقة هاي؟ مش حرام؟ شان الساعة والعتاب بدنا نحارب بالفساد، شان الساعة والعتاب بدنا نحارب بالفساد. شان العتاد؟ وهسه شغال بدون عتاد؟ هاي بريد انت؟ شو؟ يا جماعة انتبهوا معي. يلا. يا اصبعي اشتدي ولك اقلب وجهك من حدي. قفل اقلب وجهك، انت حرين بافكارك وانا حرين بافكارنا، هاي ديمقراطية. الله اكبر ولكو حرام عليكم، ولكو اول اشي قبل ما تطلع، انا مش ضد المسيرات ولا ضد المظاهرات، بس بطريقة حضارية، ما نشوه سمعة وطننا، ما نشوه صورة الناس. بالله عليكم ديروا بالكم على هذا الوطن، تفرجوا حواليكم وبتعرفوا شو ماكو يا جماعة الخير. يا جماعة بعد ما وصل النائب لا هوية لا جواز منا نكابر البتات. في صوت طالع. هاي المظاهرات برا حبيبي. منا نكابر البتات. والله في صوت طالع. مظاهرات. لازم الصوت هون طالع. لا هوية لا جواز منا نكابر البتات. مين بدك تقابل ولك؟ البتات. بزاز؟ وكلا يكون قصدك الرزاز. ايوه البزاز. ولك الرزاز؟ وكذا رئيس الوزراء والله غير تودينا بداهية انت. والله. البزاز. ولك الرزاز؟ ايوه. اسمع، هس انت لويش بدك تقابل الرزاز؟ اسأل فواتير الكهرباء والمي. انت بطلع عليك فواتير؟ بطلع علي كهرباء 40-50 ليرة. انت 40-50 ليرة كهرباء؟ قسما بالله شمعة بتقديك 6 اشهر يا زلمة.
معقول؟ وشو كمان بيطلع عليك؟ والمي. مي؟ 40-50 ليرة. 40-50 ليرة مي؟ ولا والله قنينة كوثر بتقديك 6 أشهر. يعني منها حمام وجاكوزي وساونا وبخار ومساج كمان. معقول شو كمان بدك؟ بدي يمنعوا الدخلة. يمنعوا شو؟ يمنعوا الدخلة. ابني الحرام. هذا تجاوز الخط الأحمر من المنخفض. شو يمنعوا لك؟ يمنعوا الدخلة لأنه حرام. أنت ليكون قصدك الدخل والمبيعات. أيوه الدخلة. وك مش الدخلة هاي. الدخل والمبيعات يا زلمه. اسمع ترى كل مطالبك انت مشروحه. تفضل تفضل تفضل. بس 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 بس. ايش في؟ وصل سعاده النائب. وصل سعاده النائب. وصل سعاده النائب. اهلا وسهلا بسعاده النائب. يا الله يا ويلي اللي بيفتح ثمه. لا سكتنا. اهلا وسهلا سعاده النائب. اهلا اهلا سعاده. احنا لازم نرحب بسعاده النائب. نعم نعم. يلا حبيبي خلينا نرحب سعاده. ارفع 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 هلا ارفع. اوف اوف اوف. نائبنا مفك حزامه وما حد بوقف قدامه. تهديد وضرب وطوشات هيك مقضي ايامه. تهديد وضرب وطوشات هيك مقضي ايامه. نائبنا يا نيانول مواطن مش عباله. كان سيجارة مثل النار ساعدها جنب عقاله. كان سيجارة مثل النار ساعدها جنب عقاله. يا نائبنا يا غاوي يخرب كل شو ناوي. بطلنا الناديك فدان اسمك هاول جناوي. بطلنا الناديك فدان اسمك هاول جناوي. اهلا اهلا سعادتك اتفضل استريح. يا زلمه شو يستريح؟ ما هم مضيها يا نايم يا هوشات خليه يسولف. طيب اهلا وسهلا سعاده النائب. تفضل اخواني. اها ايوه. ارسل مني على مصلحه الوطن والمواطن. والله مو صادق. لا والله ما ما اطالب اولا بالغاء الضريبه. هاي ضريبه اللي تضربك ولك شفتك اول واحد وافقت عليها تحت القبه هسه بتطالب برفضها. اقعدي يا جميله. ايش قاعده؟ اقعدي يا جميله. ايش قاعده؟ اقعدي يا جميله. ينعن عضل كوتي. اقعدي. بعدين يا غافل كلام جميل صحيح. لانه هو لما كان برا المجلس كان معارض الضريبه. لما صار تحت القبه صار بده اياها على السريع. موافق. خلينا فخر الناس يبين انه معهم ما يطاعوا قايمة. انا منافق. عشان الله لا تكسروا المجلس. قصدي القهوة. انت خايف على القهوة يعني هسه؟ المجلس بتصلح الحكومة اما القهوة ما نود تصلحها. طيب. كانك سرق الاكيد برا المجلس. هذا اللي طلع معك فرد عضلات وطوشات عشان ايش احنا اعطيناك صوتنا ووصلناك للمجلس. ما تسامح مين اعتدى على الثاني من الاول؟ لا عن اللي بدي اسالك مين اللي اعتدى على مصالح الناس من اجل مصالحه الشخصية. قلتوا لنا صوتكم امانة. مين اللي ما حفظ الأمانة؟ ولا لازم ندافع عن الوطن؟ إحنا؟ وأنا شو بملك من الوطن يا سيدي عشان أدافع عنه؟ كلنا لازم نضحي. نضحي؟ عشان أولادنا باتوا مشردين؟ مشان إيش؟ أوه وأنا باقي ماسك عصا سحرية وبدي أحكي لكم كل أمانيكم يعني؟ وليش كانت معاك عصا سحرية لما نزلت الانتخابات النيابية؟ ليش كنت توعد الناس بالعصا السحرية اللي معاك ولما وصلوك للمجلس؟ راحت منك العصا السحرية. أنا جاي أوقف. معقولة أتبهدل مش عارف؟ لا لا بدك تتبهدل. هذا من مواخذ سيدي. قلتوا لنا صوتك أمانة وللأسف أنتوا ما حفظتوا الأمانة والحق علينا إحنا. أنا ما بقول بس أنا بقول عن نسبة معينة بس من النواب مش كل النواب. في نواب كثير فيهم الخير والبركة وخدموا الوطن والمواطن بس للأسف في منهم كمان ما خدمونا. الله يسهل عليك. يعطيك العافية. مع السلامة. مع السلامة. الله معك. شفتوا؟ شفنا. شفنا. ولا استفدنا شيء. ايه ايه مالك لمستنا. بس 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 بس. ايه وصل معالي الوزير. يا بيي شو نفسي اشوف وزير
واشكي له واحكي له همومنا. تفرحش كثير بده يطلع منه احسن من النائب. طيب اسمع اسمعوا، هلا معالي جاي هون بدنا نستقبله بهالليله. بدي اغني وترد وراي. بتغني؟ اه يلا غني. قبل السلام عليكم، قبل السلام عليكم الواجب. بس يا ابو محمود، بس يا ابو محمود مالك؟ بكفي تطبيل، البلد ملان مطبلين، مشان الله بكفي. يا رجل هذا معالي جاي عنا على القهوه اول مره، يعني بده يفوت كانه جنازه. بس قبل يا ابو محمود، يا ابو محمود. نعم. قبل شوي كنت تقول عني هزيز دنف. ما هو يا غافل، شو صار يا غافل؟ هو احنا ما بيمشي حالنا عند المسؤول غير بهز الدنب. هز ابو محمود. بس يا ابو محمود سلام. ايه انتوا بتهزوا دنب من هون، ولما بيجي المسؤول بقول كل شيء تمام، ولما بروح من هون تصير تقولوا يا سواد ليل يا ظلام ليل. يا عم غافل، هم المسؤولين مش شايفين حالتنا بدون ما نشكي؟ لا مش شايفين، لأنهم لابسين نظارات سود. طيب طيب بطلنا نهز، شو نعمل يا عمي؟ شو عندنا وزارات كويسة، وزارة كويسة، نواب كويسين. يعني خلينا نشكي لهم، نبكي لهم، نقول لهم شو أوضاعنا، خلينا نفرد أوراقنا قدامهم عشان يعرفوا الوضع تاعنا. ماشي ماشي انتوا. وصل معالي الوزير، وصل معالي الوزير. السلام عليكم، قبل السلام عليكم، وزيرنا جاي لكم، وزيرنا جاي لكم. بس يا ابو لما تنشر الإشاعة. لا لا الله اكبر، انت كمان بتهز دنب؟ مش نسلك لا هوية لا جواز من القابل البزاز، لا هوية لا جواز من القابل البزاز، لا هوية لا جواز من القابل البزاز. سيدي هو قصد الرزاز بس بيحذف شوي يعني. حقك علينا يا سيدي، اهلا وسهلا. غافل ها؟ مش يا زلمه مش هذا كان نائب زمان؟ والله شايفه قبل المره هذه يا زلمه، هو كان نائب حتى مكرش شوي. بس انت جاي تحضر اعتصام ولا تنقد ازلام انت هون؟ اي علينا احنا النسوان لنا نظره. تفضلي. لا 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 معاليك، شويه مشاكل بنحلها. يا زلمه هو من صوته هو النائب. ولك يا هبله يا هبله، هذول الناس بيعملوا لهم عملية تدوير. كيف يعني؟ إذا بتعديل وزاري مثلاً؟ أنت عارف شو يعني التعديل الوزاري؟ أكيد لا. زي تعديل شم البيت. كيف؟ بتشيل وجوه المخدات بس الحشوة هي فهمتي؟ وبعدين أنت وياها. ها؟ بعدين هسا جاي نسمع معالي ولا نسمعك أنت وياها؟ تفضل معالي. تفضل معالي، أهلا وسهلا. تفضل. بسلك قاعد إن شاء الله. لا ان شاء الله الباص السريع راح يمشي اموره ان شاء الله. ان شاء الله. حلو، هاي انفاق عنده اخواني. انا اسمعكم، انا جاي عندكم احكي معكم بروح وطنيه. اللي عنده شكوى يحكي، ما يخاف يحكي للقلب. انا شي موضوع بعدين. عيب معالي الوزير قاعد، ما بيصير، لازم بالترتيب بالدور. واحد بالنظام، بالنظام الله يرضى عليك. يلا على الاحمر. معاليك انا. ما انت قلت بالدور. انا اول واحد. طيب يلا. معاليك. تفضل. انا بدي احكي عني وعن كل مواطن في هذا الوطن. اولادنا بنحطهم في الجامعات، بنصرف عليهم دم قلبنا مشان يتخرجوا ويشتغلوا ويتزوجوا ويفتحوا بيوت. بيخلصوا من الجامعات بنصرف عليهم. ابني معاليك قبل 15 سنة قدمنا لديوان الخدمة المدنية، كان رقمه 25. امبارح راجعناهم صار رقمه 26 والباقي عندك. هذا برجع لبرس. اه ولا؟ وهلا معاليك مش قادرين نجيب غاز وغاز، اما نحكي لهذا المصطبة انا بدي خلط زراعي. وانا بدي تأمين صحي، هذا حدي الشرعي. انت ما حكيش تأمين صحي؟ لا. الله يسامحك معاليك، هذا ما حكوش تأمين صحي؟ تحميل يا سنة كاملة ما بقح مالك. الله يسامحك. وانا معاليك من الغريمات اخذت قرض ومش قادر ادفعه. معاليك انا اطالب بمحاربة الفساد والغاء ضريبة المبيعات ابدا. لا لا انا موافق على كل شيء ما عدا ضريبة المبيعات. ليش؟ الحكومة الله يخليها، خلينا الوزراء والنواب والعيان والحكومة كلها قاموا ضريبة المبيعات عن 65 سلعة. والله؟ والله عن الكراكع والسحالي والعقارب والحيايا والنمل. هاي مرتي صارت تطلع على الجبل توك الكراكع. هذا تخصص نمل، شوف. هذا نجار خشب صار. يعني الحمد لله. هذا غرغر صار يوكل. الحمد لله.
الحمد لله ما شاء الله عنه. قافل شو اللي بدنا فيه هذا اللي انت حكيت عنه كعراك او سحالي؟ بتعرف اذا ضل الوضع هيك بتلاقي كل المواطنين على الجبال بياكلوا سحالي من الجوع. معاليك مطالبنا اشي واحد. ايش مطالبك يا ابو محمود؟ سهل جدا، بدنا خبز للجيعان، حبة دواء للعيان، وكاس للبردان، هذا اللي بدنا اياه. معك حق يا ابو محمود، معك حق. مزبوط. ممكن اعرف ليش الاعتصامات والزوبعة هاي اللي عاملينها؟ انا بقول لك معاليك، تفضل. لما بتشوف الفقر قاعد بنخرب الناس نخر، هذا اللي بيعمل الزوبعة. لما بتشوف بعض الناس بوكلوا مال الوطن اكثر ما يعطوا للوطن، هذا اللي بيعمل زوبعة يا سيدي. يا اخي قلنا اصبر، وعودنا واضحة. وعود ايش؟ دايما بتوعدونا مستقبل واعد، ما بنشوف الا الفقر وقلة القيمة. اقعدي يا جميلة. مش قاعدة، بدي احارب كل واحد رافع شعارات وما بيعمل فيها. يا اختي كلنا بنعمل لصالح الوطن، انت ما بتسمع الشاعر اللي بقول نموت ونموت ويحيى الوطن. ولما نموت يا سيدي لمين يحيى الوطن؟ حلو نموت عشان الوطن، بس الاحلى انه نعيش احنا والوطن يا سيدي. برافو عليك يا غافل، برافو عليك. وين الانتماء يا سيد غافل؟ الانتماء كلمة انتو خلقتوه عشان نعيش عشانكم. كيف عشاننا؟ يعني لا سمح الله لو صار حرب في البلد، لا قدر الله ولا سهو ولا سمح، يعني مش رجلي ورجلك نفس البلد؟ لا يا سيدي، لا سمح الله لو صار حرب بالبلد، لا سمح الله بتنادوا اولادنا عشان يدافعوا عن الوطن، وبس تنتهي الحرب بتنادوا اولادكم عشان ياخذوا الغنائم يا سيدي. يا غافل، غافل. ايوه يا ابو محمود. اسطور اولادنا بتتعبى رصاص، واسطور اولادهم بتتعبى مصاري. صحيح. إيه ما بدكم تدفعوا ضرائب، كيف بتطلبوا منا نقدم لكم خدمات؟ خدمات ايش يا حسرة علينا؟ الحمد لله محرومين من كل شيء. ليش؟ معنا مستشفيات، جامعات، ملاعب، مدارس؟ ما عندنا يا سيدي، وما حدا بينكر هذا الحكي نهائيا. وانت من شو بتشكي يا سيد غافل؟ المزارع نفسه مش مستفيد؟ لا يا سيدي. ليش؟ الخضرة سعرها عالي، والمزارع بيشكي، والمواطن بيشكي، بس مين اللي بيستفيد؟ الحيتان اللي بتلعب في الوسط. سمعت يا سيدي؟ نعم. اسمعوا مني، بدكم حياة كريمة لازم تقدموا تنازلات. تنازلات وحياة كريمة عمرها ما بتصير يا سيدي. تنازلات عن ثوابت ومبادئ، انت فاهمة ولا فاهمة؟ لا والله يا سيدي ما بتزبط معانا، حتى لو على قطع رقابنا. يا اخوان انا لا تنسوا اني جيت على الوزارة هاي منكم ولكم، انا جاي عشان اخدم الوطن. انا كتبت كل مطالبكم وان شاء الله رح نمشي فيها كلها. انتوا شايفين يعني شايفين البلاد اللي حوالينا شو بصير فيها، لازم كلنا نوقف على الوطن يا اخوان. بعدين يعطيك العافيه. الله معك معالي، مع السلامة. جميلة جميلة. ايش؟ تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. والحل؟ افتحي تليفونك وانشري، خلينا نشوف اخر طب اسمع اسمع انا بقول لك شو تنشر؟ إيه؟ انشر أيوة. انه حرس معالي اعتدوا علينا بضرب المبرح. وانشر انه حرس معالي تحرش بجميلة. حرش بجميلة. دخلونا تروحوا نخلصوا علينا. دخلونا. ريحونا. ريحت؟ لا يا جميل. ايش؟ لا يا ابو محمود. لا تنشروا ولا اشي على الفيسبوك. لا تنشروا. احنا خلافنا مع مواطن، مش خلافنا مع وطن. الوطن اكبر من النائب، واكبر من الوزير، واكبر من اي انسان اخر. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ شو دخل الوطن يا غافل؟ كيف شو دخل الوطن؟ انت لما بتنشر دعايات هدامة لا سمح الله مين بتأثر؟ مش الوطن؟ انت لما بتنشر دعايات وبتقول لا سمح الله ان الحكومة ما حتصرف رواتب للموظفين، شو بصير بيك؟ بصير خوف ورعب، والشاطر يدبر حاله. قسما بالله الاشاعات هاي وقفت حال السوق. وانت يا جميلة لما تسمعي اشاعات في سرقة ونهب وقتل ودمار، شو بصير فيك انت؟ انا بحكي البلد لا فيها لا امن ولا امان. انا هيك هون. بالله عليكم يا جماعه الخير، فرجوا على اللي حوالينا، فرجوا على الحزام النار اللي حوالينا، خذوا عبره من الناس اللي حوالينا من ورا النت والفيسبوك ايش عملت ببلدانهم. هذا وطننا، وطننا جميل. نعم.
وطننا رائع، مرسي اللي احنا نسيله. انا معاكم، انا مع محاربة الفساد، بس مش مع محاربة الوطن. الوطن غالي على قلوبنا، الوطن لازم نحطه بين عيوننا. بالله عليكم كلمة خير عشان الوطن، كلمة خير عشان الوطن وعشان الإنسان والمواطن الأردني يظل بخير. واسمعوا مني الكلمتين وحطوهن حلقة بدنكم. اسمع مني يا أبو محمود، اسمع يا جميلة، اسمع اسمع. والإشاعة وتعمل حالك إذاعة، لا هي شطارة منك ولا تحسبها شجاعة. وسائل الاتصال صارت حديث الساعة، تعامل معها بجدية وبأمانة وببراعة. لا تشوه سمعة الناس، كلمة زور ومياعة، وحقدك بتحاول تخفيه ومخلي الوطن شماعة. الوطن خير وبيضل بخير، وما في عنا مجاعة. كلامك كله مردود والكذب كله بشاعة. وسلامتكم أردنيين وما ننضام، وظهرك يا الأردن الغالي نتغاوى بعقال العز أعز وأهي بعقالي. أردنيين وما ننضام يا الأردن الغالي نتغاوى بعقال العز. شكرا لهذا الجمع الطيب، شكرا وزارة الثقافة، شكرا محافظة الزرقاء، شكرا لكل من ساهم في إقامة هذا العمل المسرحي على هذا المكان وهذا المنبر الثقافي اللي احنا نعتز فيه. شكرا لهذه الوجوه الطيبة، ونحن في هذا الأردن الحبيب نتمتع بروح ديمقراطية عالية جدا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم. شكرا.